راهو راهو غدغاد على القلب. انا ما فهمتش اختي كيفاش خذته. دي انا مانيش راضي، حتى انا مش راضي، العائله الكل مش راضيه. والله العظيم. وسامحني انت شو مدخلك؟ اخي مش محسوب من العائله، شكون صلح لكم السباله؟ كرهتني بيش دمها السباله هذه. يا يزي عاد اي خرج راك تعمل جو، راهو كورونا وعباد قال قفاد في ديارها وانت خارج تعمل كايه. هاي اسمعني، اعمل كميات شيشه تشوف تنسى الماضي. مش بيك انت، مش بيك متونسه، وين الوعي؟ وين الوعي؟ ماكش واعي انت. مش نواعينا يا ودي، ما يجيش نفس الشباب نشيشوا منه الزوز. كورونا راهي كورونا. يدي يزي قالوا نشيشوا منه الزوز من الناس هكا. سمير له له راه ابا شدك. اي والله يعطيك. كورونا راهي الدور. كورونا كورونا صحيح والله. شد عقل زاد ما لا وينك. نسمع فيه وحدي في الدار هذا. تعرف انت والله ذكي، اما مش ظاهر عليك وكاو. ماني خاطر نمشي نحجم اللحي. صار عندك تحجم اللحية يظهر عليك الذكاء. اي عائلة كاملة كيك. لا ظهر فيكم عائلة كبيرة انتم. يا عشق اسمعني، عندي مشكلة كبيرة. اسمعي، مو انا رئيس فرقة. شبيه صب يدين الله بخلاف الشيشة اللي انت عاد ورصت النبي محمد. انا نغني شو عم تقول؟ اخي ما سمعتيش نغني. وقتاش غنيت انت؟ تقبيلة ما ريتيش نغني. صار مش خوك هذاك؟ لا ولدي انا اللي نغني انا. المشكلة مش غاديكا. المشكلة انا اليوم مثلا عندي عرس. كلمت العروس قلت له يا اخوي خلينا نجيب فرقة معناها فيها زوز ولا ثلاثة من الناس ونغني لك. قلت له ندبر شي شوية فلوس. قال لي لا ما تجينيش كورونا. ما لقيتش شنو الحل انا والله على عصبي والله. معناها هو ما حبكش تجي خاطر كورونا. وانت لازمك تخدم مش داخل الفلوس. صحيح. سمير. في الريح. لقيتها. شنو لقيتها؟ لقيت لك حل. اقسم بدين الله ما تدخل به للتاريخ يا سيدي. رحمة بابا لو كان الحل متاعك ما تدخلنيش للتاريخ لما ندخلك للجغرافيا.